السلام عليكم اخوتي، والله التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بخارج، وانتم عارفين اخوتي كنا ضايعين في هذه الحياه وضايعين في هذه المناطير وفي هذا الخير الله اللي داير في الارض. حمدنا الله وشكرناه على كل شيء. هانتوما اخوتي، ها الطبيعه، ها البحر، ها البحر وها الحياه، ها كل شيء هنا، الحياه كامله كاينه هنا. خليو كل شيء ونقول الحمد لله على كل شيء. واخا بنادم كل شيء كيتقاد، واخا الحبس مشى كل شيء تقاد، بقينا حنايا الحمد لله ونشكروه، وها الطبيعه احنا فيها، وها البحر، ها الله كرمنا، الله كرمنا هنايا. واخا حنايا كنا بزاف ديال الحاجات هنايا اللي ما عارفينهمش، وانتوما كاتشو ها الخير باقي في الارض، ما عمرو يخطا، وحنا باقيين عايشين في هذا العالم على كل شيء. دائما فهمتي اخوتي، وانتوما احنا في الموجه هنا، ما عندنا غرض لا نزيدو ولا نقصو، احنا باغيين نعيشو، ما خصنا حتى حاجه من هاد الارض هادي، كنطلبو غنعيشو تيسهل الله وبزاف ما يتقال. كنوصي الشباب على هاد الحياه وهاد الحريه اللي عايشين فيها ومتعين فيها، راه الله اعلم. وهادشي هذا نتوما عارفين كل حاجه هنايا، بزاف ديال الحالات ولا كذا، ديما بنادم يحمد الله ويذكر الله سبحانه عز وجل، ويعرف اللي يعرف يعرف الله، وبزاف ما يتقال. وحنا هنا عايشين، وحنا كنتمتعوا بديك الشيء اللي كتب الله، وهي اخرها موت، والبدايه عند النهايه. وبنادم كامل ديما يخمم باقي ما يتقال، وباقي بزاف الحاجات في الحياه. علاش كنا كنقولوا عاد باقي نعيشوا؟ انا عمر حلمت باقي نشوف موجود معنا، وهاد الحياة هادي هي معمر يوميت باقي نشوفها، أنا كنشوفها وكنعرفها، وحمدت الله وشكرتها وربي اللي خلانا حتى دابا وعايشين هاد الحياة اللي كنقولوا للشباب. بنادم يتهلا في راسو وما يكونش متشائم، وديما يعرف راسو عايش واحد النهار يكون مزيان، واللي عند الله هو اللي عاد يكون. راه ما يمكنش شي حاجة عاد توصل له وما باغيهاش الله، كيما باغي الله شحال ما كان عايكون في العمر ديالك عاد يكون تبع هاد الحياة هادي ضروري ضروري اخي عاد يكون عايشين. يمكن شي حاجه راه مبغاهاش الله، راه مبغاهاش الله ماشي عندك، شي بنادم باغي عاد يشتي اللي باغي هو، ولا الحياه باغينا حنا عايش ما بغيناش، عاد واحد باغي كي ديك الحياه باغيها بحال اللي بغاها هو. الحكم والله سبحانه عز وجل ما كاينش اللي كيحكم انت، الحياه ديما كتبقى جميله، ولو المعاناه ديالها والعذاب ديالها والسبب حتى ما يتقال. كاين ناس مبروره واحد الضرر مرات الخبيثة، شحال واحد عنده شي حاجة اللي كتصورش يبغى الله كتمشي عليه بالصحة ديالو وديك الحياة. راه بزاف الحاجات اخوتي بنادم يطلع مع صحته، الله وشكرت على كل شيء. بزاف الحاجات اللي كيعرفوش الناس، عمرك ما تعرف باقي غادي نعيش هاد الحياة كيما كنت كنقول. وهادشي هذا اللي كتشوفو لا اله الا الله محمد رسول الله، هذا جميل بزاف، الطبيعة والله العظيم، شي زعما ما تصورش، فهمتيني؟ وانتوما عارفين اللي كاين كامل، شحال من واحد كيحماق على هاد الموجة، وكيحماق على هاد الطبيعة هادي، وحنا فيها، وحنا فيها، وعايشين فيها، وديما نتمناو الله، نتمناو الله يطور ربي في العمر، راه عرفتوا هاد الحياة هادي. حنا كاع ما كنا باقيين كاع كنقولوا غنعيشوها ولا غنشوفوها، وربي كرمنا بها وحنا عايشين فيها. وكنقولوا للشباب يتهلاو في راسهم ويردوا بالهم على حياتهم، ويردوا بالهم على بزاف ديال الحاجات، على حساب ياس هاد الحياه هادي شحال من واحد، بزاف الناس ما كيعرفوهاش شحال كتسوى الحريه، ما عندهاش الثمن وما عندهاش شي حساب ولا هاديه.
راه الحريه هذه الحريه كتعرف شنو الحريه؟ ماشي واش السجن. حين كنا داخل السجن والله العظيم كنشوف واحد شفت التلفازه الا بنادم القلب ديالو كيبكي داخل الشجون كتعرف شنو تشوف التلفازه انتينا البحر والموجه وكذا والباب كتشد عليك ثلاثه د العشيه تعرف شنو ثلاثه د العشيه الوقت الصيفي داخل الشجون كنا في حبس ديال طنجة في صابيلات والله العظيم كيشدوا في ديك ثلاثه ديال النهار الى القيله القيله عاد خرجه كتعرف كيبينوا لنا في التلفازه كانت خرجت التلفازه وقبل بلا التلفازه ما كناش كنعرفوا شنو واقع عاد كنسمعوا الناس وكيهضروها البحار هكذا كيشدوا الباب والقيله عاد كتطلع وهذاك بنادم كيطرطق من داخل من ثلاثه ديال النهار حتى غدا في الصباح ومدات سنين كونضينا كامله وانت عايش هاد الحياه هذه راه ماشي سهله اخوتي وبزاف الناس اللي ما كيحاولش على حياته واللي ما كيحاولش على راسه راه ضروري عاد يجوز في هاد المحنه او اكثر منا في هاد الوقت هذا زادت صعابت علاش كنقولوا للشباب يكون متفائل ما يكونش متشائم احنا الله سبحانه عز وجل كرمنا وصلنا لهاد الحياه هذه اللي حياه جميله حياه جميله لا عرفتي كيف تسرس راسكنا عندنا ما نعملوا ارزق كيف رقم الله سبحانه عز وجل ما عندنا لا نعملوا واحد الحاجه الا ما كتجي من رزقك راه واخا تكون كتعرف كتنعس بانكا واخا تكون كتنعس بانكا وما كانتش من رزقك والله ما تلحقها اما هو الا كانت من رزقك والله ما كاين اللي حيدها لك عاون هذه هي الحياه بنادم دائما يكون متفائل ما يكونش متشائم علاش الحياه كتبغي بزاف ديال الحاجه انت يا خوتي علاش هاد الطبيعه هادي وهاد الحياه وهاد الهواء هذا كيصوت راه ما عندوش الثمن والله العظيم الا كنا داخل الشجون الا تسترد بنادم كيبغي يطرطق نهار واحد وانت محكوم ب 20 سنه كاين اللي حكم ب 30 كاين اللي محكوم ب 15 سنه كاين اللي محكوم ب 10 سنين كاين اللي محكوم ب 5 سنين والعامه ماتوا عام عن دعاء عام وماتوا بالقهر والعدم والالم والسخانه والتحاس الاكتضاد وهذا جالس على هذا وهذا ناعس على هذا ومني كتنوض الصباح كدوز ديك الحوايج ممنوع ما يبقاوش تما البلاصه كدوز 10 الناس هزا 30 الناس تقريبا او كدا 20 الناس كيفاش عاد عيشه الحياه والسخانه ايام الله والناس عايشه الناس كتمتع الناس بالحريه كتقهر السخانه بالحريه في الديور كتقهر السخانه عاد حنا داخل الشجون كيفاش بغيتو نعيشو وهداك الله كرمنا وعشنا وشفنا حتى وصلنا لعندكم لهاد الحاله هادي وهاد الحياه هادي وجبرنا جميله وعرفنا رانا كنا عندنا دين اللي علم في الصدور بزاف الحاجات بغيت قالوا اخوتي راه الحريه ما عندهاش الثمن الحريه بحال الصحه راه الا مشات لك الصحه راه مشى كلشي ها الصحه ما عندكش والو الفلوس عندك اش عاد عمل بها تاكل فلوس هي الصحه ما كايناش ما كاينش حتى اللي ياكلو اش عاد عمل بها الفلوس والصحه والو اور اللي يبغى يطلب يطلب صحته ويطلب حياته ويطلب التوبه والغفران من طريق الله معوطه يبقى ماشي عوج شحال واحد كيكون ماشي مدوخ في هذه الحياه حتى كيوقع له عطله في حياته عاد كيعرف باذن الله كاين وبزاف الحاجات كاينين اللي كيخليو بنادم يفري نار في هذه الحياه بزز منه بزز منه يوقف لا بلاش توقف صحه توقف صحه علاش الحياه كطالب من هادشي هذا بزاف الحاجات الناس عايشه الناس عايشة ومتعة وشحال واحد زربان على رزقه ما تكونش مقلق على رزقك انت باقي صغير بلاتي عليكم شي عاد دقة مالك إذا بغيتي تربح انت ما خصك تضرب ضربة واحدة كما قال ويلا درجة درجة إلا بغيتي تربح وما ضربة واحدة عاد طلع انت في السماء السرعة تقتل أي حاجة في الحياة كاملة كتقتل السرعة بغيتي تطلع في مرة وبغيتي تجر في مرة وبغيتي تكون ما عرفتش شنو كاين في مرة هذيك هي الخطر في الحياة رد بالك منها رد بالك من السرعه تقتل في الحياه كامله الحياه كامله رد بالك من السرعه والسرعه كتقتل دائما رد بالك من هذه الحياه ما تكونش كتزرب الزربه راه ماشي مزيانه وها الطبيعه وها البحر ها انت شوف شوف طبيعه الله والخير الدنيا وفا كي الصوت تبارد عيش كما قالوا هذاك عيش وتمتع باللحظه وشوف شنو عاطي الله سبحانه عز وجل ما تبقاش تزرب وما تبقاش بزاف ديال الحاجات علاش حنايا كنبقاو ماشيين ما كنعرفوش شنو كيوقع في هذه الحياه حنايا ما كنزوروش الاخر يقول لك اخاي خصك تعيش خصك تصبر وتكون كذا حنا ما صبرناش اللي نصحنا واللي يورينا شي حاجات بزاف في هذه الحياه جبرنا على اللي يقول لك يلا نسكرو يلا نتقرقبو يلا نتعشو يلا بزاف ما يتقال ما يقول لك شي حاجه د الخبز او نمشيو نخدمو او نمشيو ندبرو او نمشيو كذا حتى واحد ما يقولها لك حتى واحد ما يوري لك بلاصه ديال الخبز حتى واحد ما يوري لك بلاصه عاد لهناك
اي واحد يديك على لك حاجه اللي عاد تكون فيها مزيان قليل اللي يوريها لك، حاجه اللي عاد عيش فيها حياتك قليل اللي يوريها لك. هذا الزمان صعيب وصعيب بزاف، ورد بالك رد بالك، هادي رد بالك رد بالك، ديما كنقولوها لك عيش حياتك عيش حياتك ورد بالك في هذه الحياه الا بغيتي تعيش، على هذه الحياه هذه خطيره بزاف، وهذا الوقت اللي وصلنا له فيها شي مرحميني فيها شي مرحميني. هذا هو الوقت اللي كنا كنهضروا عليه شحال هادي، ولا فرطت تكرط اللي فرطت تكرط هو هذا، وتخلص الثمن غالي في حياتك هو هذا الوقت هذا. علاش بنادم كيمشي بلا خبارو كيمشي عا بالهضره كيمشي بزاف ما يتقل، اما تسمعش يا اخي ما تبقى تسمع الهضره بزاف، الهضره اللي مزيانه واضحه والهضره اللي قبيحه واضحه، اي حاجه واضحه في هذه الحياه. ورد بالك بزاف الا بغيتي تعيش وبغيتي كدا، خصك تكون كتصبر خصك تكون كتحلل وتعرف الحاجه المزيانه من العيانه وتعرف بزاف ما يتقل، ما تقبطش وتدرم والو. تدريم السرعه خوت، انا قلت لك كانوا معنا في صاد فيلاج في طنجه بالحبس ديال طنجه، وبزاف الحاجات كنسمعوهم على ديك الحبس اللي بنادم كيقول شي حاجات، وديك الحاجات سبحان الله الذي خلق الدنيا والدين. ضربت الحياه ديالي تقريبا نص طنجه، الحياه طنجه هو كاملين كيعرفوها، كتعرف 184 تقريبا 99 تقريبا 99 2000 عاد خويت انا صاد فيلاج، 2000 عاد خويت انا صاد فيلاج، الطبيب راه كيعرفوه كاملين، اي واحد كيعرفو واي واحد يقول لك شكون محمد الطبيب صاد فيلاج وكذا، هو قدامكم دابا في هذه الحياه. كنا كنقولوا للناس كيفاش يعيشوا، كنا كنقولوا مع الرجال مع الكبير والصغير كنبقوا معاهم رجوله، كنخوشي معاهم بالمقابل او شي حاجه، كنا كنصحوهم لله في سبيل الله. ولو دخلت السجن كنت فهمتي عدد الناس كنوجهوهم للخير، كنوريهم الطريق باش يسلك منا، علاش الحبس خطير. والخطر في الحبس اخوتي راه انتم كتعرفوا الحبس حال واحد كيجيبوا الله عكاله، الحبس راه صعيب، والحبس دابا راه مصيبه كحله، دابا راه يشهدوا فيك، دابا راه كاينين بزاف بزاف الخدمات تزيدوا في الارض، حتى الشهود بالفلوس، كاين دابا الناس كتخدم في الصنقه خدامين شهود، كتسقسي عليه فين خدام كيشهد مع الناس، كتعطيه 200 درهم او 100 درهم كيشهد واحد اخر، هو كيسبب لواحد اخر في 10 سنين ديال الحبس او 20 عام او 15 او 5 سنين، هو شهد بالفلوس، ما كان حاضر ما كان كاين ما كان جالس ما كان والو، بس عرف هاد الحبس الناس هادو فين وصلنا في هاد الدنيا، تشهد في الناس، الزور تشهد زور، راه شهادة الزور راه لا اله الا الله محمد رسول الله، وعدد الناس شناهم قتلوا الشهود، شحال من واحد تشهدوا فيه زور، كنعرفوه، شحال من واحد تشهدوا فيه زور، وش رجع على الشهود، شحال من مرة ترجعوا الناس على الشهود، ما رجعوش على اللي مشاو عليه للحبس، رجعوا على ديك الشهود اللي شهدوا فيه، علاش؟ كيقول لك أنا والله ما عملت المشكل، هادو عا شهدوا فيا، شهدوا فيا زور. ورد بالك من هادو اللي كيشهدوا بالزور راه كثر وكثر وقواو في الارض، يشهد فيك زور من اجل المصلحه من اجل الطماع من اجل الطاعون، الناس ما بقاتش كترحم والناس ما بقاتش كتعتق، راه بنادم يشهد فيك علاش؟ على مصلحه خاويه على حاجه تافهه يشهد فيك ويضيع لك حياتك ويضيع لك المستقبل ديالك. اش كنقولوا للشباب؟ ردوا بالكم، حنا ملي كنا في الحبس ديال طنجه في صد فيلاج هاد المناظر هادو وهاد الروايات هادو وهاد الناس هاد الشهود شفناهم بعيننا وشفناهم جاو للحبس وحتى هما قدر عليهم الله وجابوهم للحبس وقع لهم قبيح، ملي سقسينا عليهم جبرناهم كيخدموا شهود، الخدمه ديالهم باب المحاكم، كتجي عنده كتقول له تخدم معايا قال لك الشهود ها هما، كيشهد في كل شيء، كيشهد في العرس، كيشهد في الناس، كيشهد في المحكمه، كيشهد في الظلم، كيشهد في الزور، كيتعدى على عباد الله، كيقول لهم انا كنت حاضر، واش انا كنت حاضر في ثلاثه الليل؟ وعقول لي واش كنتي حاضر في ثلاثه د الليل حنوقع المشكل، ما كانش حاضر وكيشهد في السيد بحالو بحال هذاك اللي شابر الفلوس، كيوقف المحكمه كيقول له اقسم بالله العلي العظيم الى هل هذا السيد هذا كنت حاضر اللي عملها اللي صنعها اللي كذا اللي كذا، والله ما كان حاضر، الله اللي كان حاضر، وهو كيشهد زور واحد السيد امام العداله، مشي ديك القاضي كيحكم ديك السيد على حساب الكلام ديال الشاهد، وهذا الشاهد هذا كيشهد زور، والقاضي كيعرفو بعض الساعات كيشهد زور. كيضيع الحق لواحد اخر، بالحق الله ليلو بالمرصاد، ربي هو اللي كيعاقبه، ربي هو اللي كيعاقبه، عدد الناس شناهم شهدوا بالزور، ضاعت له حياته، شحال واحد شناهم شهدوا بالزور، ماتوا داخل السجون، معانا كانوا في الحبس، ماتوا في الحبس، داخل السجن، هذا هو المشكل اللي وقع، هذا هو المشكل، ما بقاش المشكل ديال الجريمة، أو هذاك عمل المشكل، دابا كاين الناس كتشهد في بلادهم الزور، هذا الوعد وهذا، هذا الشيء ما عرفتش، هو كيشهد فيه. ويتعدى عليك ويقول
شاف ماروكي كل شهر عمال مصنعه بحالة البحر داخل بنادم كيشهد فيك صحة كيشهد فيك هايدة وعينه مخرج كيخرج عينه أمام القاضي وقام المحامين كيقول له أنا كنت حاضر في الساعة اللي عمل هذا الجريمة أو الساعة اللي عمل كتبنا عدد الناس حنا بيتنا شهدوا فينا والله العظيم شهادة الزور تعدوا علينا بالزور شهدوا فينا الزور ضمنا أنا الواحد وأنا ولا نعاود لك هذوك اللي شهدوا فيا أنا اللي أحمر أحمر واللي مات وأنا باقي في الحياة علاش الله اللي كيحكم ماشي هو حتى القاضي اللي حكم عليا مشى الشهود اللي شهدوا فيا مشاو شهود الله واحد شفتو باقي أحمق شحال نعمل له انتقم منه الله انتقم منه ما عندي ما نعمل له أنا باقي في الحياة وباقي كنشوف هاد السيادة وباقي كنشوف هاد الدور وهاد الشي اللي شفته بعيني وشفت ديك السيد ديك الناس شنو وقع لهم علاش تعدى علينا وشهد فيا زور ما عامل والو شهد فيا زور ضمانا الوعد أمام العدالة هو بيدو كان شجي هو بيدو كان مظلوم ولا كان عامل وشهد فيا أمام العدالة إذا أنا عامل وعامل وأنا ما عامل والو والله شاهد عليا إذا ربي كيحكم ماشي شي واحد الله حكم على كل شيء هاد الناس هادو اللي كيحكموا واللي كيعرفوا كذا كيقول لك عندك الشهود كيجيو الشهود ديال الفلوس باب المحاكم عامر بشهادة الزور الناس ولات خدمة بنادم كيشهد الزور بالفلوس بنادم كيشهد الزور على المصلحة بنادم كيشهد الزور بزاف ما يتقلب هادشي بحال هذا هذاك الشهاد الزور خصو كتعرف حين يحصل بحال هذاك الجريمة هو يديها هو يتحمل الجريمة هو يتحمل ديك الشيء اللي عمل علاش الإدارة دابا عدت كتعرف شهاد الزور شحال ضاعوا فيها ديال الناس كيضيعوا فيها الرقم ديال بنادم بنادم كيضيع بحياته هو شهاد فيها الزور علاش هذاك هو شهاد فيها الزور اخوت باش تعرفوا شنو كاين بزاف الحاجات بنادم كيكون شي عامل واحد اخر كيجي كيشهد في كايده وجهك كيشهد في كايده بحال هاد البحر هذا وجهك كيقول لهم هذاك هو اللي عامل هذاك هو اللي كذا هذاك هو اللي هذا واخا انت ما عامل والو وجهك كيشهد وجهك كيقول هذاك السيد ها اللي فيها اللي فيها اللي فيها واخا انت ما عامل والو هو كيشهد في كذا زور ظلمانا وعد والو اذا الله كيخلص كل واحد والله هو اللي كيحكم على اي واحد والزام يتقال في هذه القضية لا إله إلا الله محمد رسول الله إحنا وخا تظلمنا وتعدوا علينا حمدنا الله وشكرناه على كل شيء على أي حاجة علاش ربي كبير ربي كبير ربي كبير الله تعالى هو تبارك الله شوف شوف على هو على طبيعة هادشي من فضل الله ربي اللي عالم على كل شيء والله اللي عالم على كل شيء والحياة هذه بغاها الله سبحانه عز وجل بغاها الله هذه هي الحياة حمدنا الله وشكرنا والله يسمح علينا والله يغفرنا قلنا لكم على والو تعدوا علينا بحياتنا هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين سان الناس بقى كتشد بالزور وخرجنا وعشنا وشفنا برا وجبرنا ناس باقا هاد الحياه بحال هادي هاد الناس ما نعرف منين جاوا واش ما كيخافوش من الله ما كيخافو حتى من واحد كيشهدوا بالزور كيشهدوا بالزور وتعدوا على واحد اخر هادي هي الحياه ها البحر اخوتي ها الطبيعه كون متفائل اخي ما تكونش متشائم التشاؤم ما كيجيب حتى حاجه كن متفائل والله يسهل علينا جميعا لا اله الا الله محمد رسول الله محمد الطبيب هاد القناه هادي وباقي ما يتقل 006 95 11 67 95 06 95 11 67 95 محمد بن الحاج محمد بن الحاج قول اخي باغي تعيط عيط شي حاجه شي سؤال شي حاجه حنا باقيين عايشين معكم ما بغيتو الناس نعيشوا معكم في هذه القناة هانية لا ما دعم الابوني ولا دعم الجيم حنا تفرج معانا كتفرج جاب لك الله تفرناه حنا باقيين دابا عا كنسينترو معاكم عا كنعيشوا معاكم هانية ماشي مشكلة علاش ما عنديش الروتين اليومي كنقول شي الكبيدات كنهضرو مع السبوعة كنهضرو مع الرجال مع المغاربة فور كنقول شي المغاربة الكبيدات شكون الكبيدات هضرة قبيحة الكبيدات الفريزات شكون هادو مع من كتهضر مع التوت نهضروا مع الرجال راجل كيهضر مع الرجال العذاب والالم اللي كيدور في الحياه العذاب والالم اللي تعذبته وعشته حمدت الله وشكرته ها الطبيعه ها الفريز كما كنقول للشعب كتدخلوا الفريز الجمهور كتعيط له الفريز عيط له الرجال والبنات والحياه فهمتي اخوتي وسمح لنا بزاف اخوتي الشباب سمح لنا بزاف
والحياتية هذه مستمرة وحنا عايشين معكم، حنا عايشين معكم تيسها الله وباقي ما يتقل، محمد بن الحاج وباقي ما يتقل، خوت تفرج عندنا في القناة وعمل أبوني وعمل جيم وباقي نعيشوا مع بعضنا بالكومنتير مزيون. أش عندكم أخوت؟ مع الميت عايشين مع الميت، هذا قالوا مات هو باقي بالحياة، أنتم مع الطبيعة أشنو هذا؟ ها الخير، ها الخير الله، ها الخير الله، ها انتم ها يا غربة الحياة كاملة. إلى الله محمد رسول الله، أصبح النفس أخوتي الشباب واللي عرف يعرف الله، بس عرفوا ربي خلانا تندابا باش نعيشوا مع بعضنا اللحظة. وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربة، سمحوا لنا بزاف اخوتي الشباب، وردوا بالكم على حياتكم وعملوا في طريق الله بزاف، ورضات الوالدين هي اللي كتحكم، هي اللي بقات معنا، ربي ورضات الوالدين. وسمحوا لنا بزاف وردوا بالكم اخوتي الشباب، راه الحياة ما عندهاش الفلوس، ما عندهاش الرزق، ما عندهاش الثمن، الحرية والحياة ما عندوش الثمن، اللي يطلب يطلب صحته، والوالد يرضات الوالدين الصحة ورضات الوالدين، والله الرزق كيجيبو الله. ولا إله إلا الله محمد رسول الله، سمحوا لنا بزاف.